بسم الله الرحمن الرحيم. شباب، إن شاء الله إحنا خلال الفترة المتبقية إلنا إلى نهاية الفصل راح نشتغل في الجزئية رقم 2 من الكورس تاعنا، اللي هو أساسيات الرسم 2D وال3D. الآن راح نتحدث ونشتغل على الجزئية اللي خاصة في الجانب اللي بيشتغل في الثري دايمنشن، اللي هو برنامج السينما 4D. يمكن سابقا حكينا مقدمة سريعة عن برنامج السينما 4D من باب التنويه والإعادة بشكل سريع. يعني شركة الماكسون اللي أنتجت برنامج السينما 4D هي ممكن نحكي أول ثاني ثالث أقوى شركة في عالم الـ3D كموديل، كبناء موديل. يعني هي بتتنافس، هي وشركة الأوتوديسك اللي أنتجت برنامج 3D Max وبرنامج المايا. إن استطعت إنك تتعامل مع برنامج السينما 4D أكيد قلباً وقالباً راح تقدر تشتغل وتتعامل مع برنامج 3D Max وبرنامج المايا أو أي برنامج موديولينج، لأنه إن وجدت المفاهيم العامة تستطيع التعامل. بس بصفي عندك وين الايكون هاي موجود، كيف بدي ارسم مكعب، كيف بدي اعمل كذا، بيصير بس انت تدور على الرموز وبعض الخصائص في البرنامج ان استطعت ان تفهم الفحوى العامة لهاي البرامج. الهدف من برنامج السينما 4D او حتى 3D ماكس كبيسك، نحكي كشيء اساسي، اني انا اصنع موديل، وراح تسمع مني كلمة موديل كثير، إني أنا أصنع نموذج ثلاثي الأبعاد. يمكن في السينما 4D في الأدوبي إنيميت أو حتى الفلاش أو حتى تون بوم أو حتى الفوتوشوب والإليستريتر، هاي الأشياء كلها بتتعامل مع مسقطين أو محورين، اللي هو الإكس أكسس والواي أكسس، زي أكنك أنت بترسم صورة ثنائية الأبعاد. الموضوع هون راح يختلف لاني راح اشوف محور جديد اللي هو الزد اكسس، خلينا نسميه بالعاميه العمق. يعني انا عندي محور الاكس اكسس والواي اكسس اللي انا سابقا كنت اشتغل عليهم، كنت ارسم صوره. الان راح يختلف الموضوع، راح يصير في عندي محور جديد اللي هو الزد اكسس، بحيث انه اصير اشوف انا العناصر على شكل ثلاثي الأبعاد. الهدف أني أعمل موديل. ليش أنا بدي أعمل موديل؟ بدي أعمل موديل، بدي أحركه، بدي أركبه على جيم على سبيل المثال، أخذ هذا الموديل وأبعته لجيم، أخذ هذا الموديل وأحركه في برنامج السينما 4D أو حتى 3D Max أو حتى المايا، وأصنع فيديو من خلاله وأبعته لي مثلا الافتر افكت، ابعته للبريمير اني اقوم بعمليه معالجه لهذا الفيديو ودمجه مع فيديوهات اخرى ومختلفه. طيب احنا الان بدنا نحاول انه نسيطر على الانترفيس اللي موجوده عندنا، وبصراحه بدنا نشتغل خلال الفتره القادمه اللي هي الفتره المتبقيه لنا بقوه وبضغط شوي، بحيث انه نستطيع إنه نتعلم كل الأشياء الأساسية في برنامج السينما 4D. المرحلة هاي اللي إحنا راح نشتغل فيها في برنامج السينما 4D، راح أحاول إني أنا أشتغل على التصاميم الداخلية حتى أنت تمتلك المهارة لاستخدام السوفتوير اللي إحنا بنشتغل عليه. يعني بعني بالتصاميم الداخلية أو الانتيريال ديزاين، كيف بدك تصمم كنبة، كيف بدك تعمل كرسي، كيف بدك تعمل غرفة بمحتويات. راح تشوف إنه في عندي مجموعة من الليسون أنا اشتغلت جزء منها وجزء عملت إله داونلود من الإنترنت وموجود على أحد الشانل. هو مش موجود على شانل، هو موجود على موقع اللي هو بصنع بيبي روم، غرفة أطفال فيها تخت، فيها كرسي، فيها بازة، فيها أشياء كثير بدنا نحاول نتعلم منه. الكورس اللي احنا بنشتغل عليه هاد شباب ما رح نحكي عن موضوع الانيميشن وكيف أنا بدي أقوم بالتحريك. أنا هون رح أكتفي فقط في عملية بناء النماذج أو بناء الموديل. في بداية الشغل اللي احنا رح نشتغله لابد أنه نسيطر على الانترفيس لبرنامج السينما 4D وأشوف أنا كيف ممكن أرسم وكيف ممكن أشتغل على البرنامج. في بداية الشغل اللي أنا بحكي فيه، أهم شيء إنك تسيطر عليه هو المكان والطريقة اللي أنت بتشاهد فيها العنصر. إن استطعت إنك تشاهد العنصر من المكان المناسب
عشان تشتغل عليه أنت بتحل جزئية كبيرة من التاسك المطلوب منك أو العمل المنوي قيامه. يعني المكان اللي بتشاهد منه العنصر هو بيختصر عليك وقت وجهد. يعني بالعامية، هاي في عندي هون كيوب، في عندي كيوب موجود هون، إذا أنا بدي أشتغل على هاي الصفيحة اللي هون اللي مش مبينة، أكيد قلباً وقالباً بدي ألف المكعب عشان أشوف الصفيحة اللي أنا بدي أشتغل عليها وأعدل عليها. بتحكي لهم هو ما بزبط إلا ألف المكعب، كلام صحيح، لكن للأسف طلاب كثير بكون مثلاً بده يشتغل على الصفيحة هاي، بيشتغل عليها هو بالمنظور هذا هيك، لا، لف الستيج شوي على اليسار عشان تشوف الصفيحة اللي أنت بدك تعمل عليها واشتغل عليها. يعني المكان أو طريقة معاينتك للعنصر اللي موجود أمامك هي نصف الحل. اتفضل يا أحمد. دكتور، يعني السينما 4D مش بس لتصنيع الفيديوهات وهيك، يعني حتى ديكورات ممكن شغلات يعني بتقدر تشتغل عليه أكثر من شغلة مع بعض. نعم نعم، انت بتعمل موديل، انت بتعمل موديل، بتعمل نموذج لشيء معين. هلا انت ليش بدك تصنع الموديل هذا؟ في عندك ممكن يكون عندك اهداف كثير، ممكن انت بتعمل بسياره هون عشان تاخذها على برنامج اليونيتي او الانريال انجن تشتغل عليها او تعمل عليها جيم، ممكن انك تجيب شخص كاركتر وتنزله هون بني آدم وتحركه وتخليه يركض ويعمل حركات عشان تروح تركبه على فيديو آخر في برنامج الافتر افكت أو في برنامج البريمير. ممكن أنت بدك تعمل دعاية from A to Z على برنامج السينما 4D أوكي، وتحولها لفيديو وتخرجها وتعرضها على التلفزيون على الموبايل على أي موقع. ففي عندي خيارات كثير لبرنامج السينما 4D كأوتبوت. أكيد هاي الخيارات اللي أنا بحكي عليها للسينما 4D أكيد هي نفسها لبرنامج 3D Max. طبعاً راح تشوفني بضلني أحكي سينما 4D 3D Max لأنهم هم من 2 product منتجين بيحققوا لي الأهداف اللي أنا بدي إياها اللي هو بناء النماذج وتحريكها. الفرق ما بينهم بشكل سريع جداً، كل برنامج بتميز عن البرنامج الآخر بأشياء. يعني مثلاً على سبيل المثال شغلة بدري كثير عليها لكن من باب العلم بالشيء، برنامج السينما 4D بيعمل هياكل عظمية، برنامج 3D Max كمان بيرسم هياكل عظمية وبركب عليها كاركتر جندي سبايدر مان اللي أنت بدك إياه وبيمشي وبيشتغل عليه. لكن برنامج 3D Max بيشتغل بطريقة وبرنامج السينما 4D بطريقة مختلفة. ممكن يكون البرنامج 3D Max أسهل من السينما 4D، ومن الممكن أنه السينما 4D أسهل من 3D Max، لكن أنت كطالب أو كمنتج أنت اللي بتقرر على أي سوفتوير بدك تشتغل، لأنه في نهاية المطاف هذا بده يطلع موديل يروح على برنامج اليونيتي أو بده يطلع فيديو يروح على الأفتر إفكت أو بده يروح تعرضه على موقع إنترنت. فأنت اللي بتحدد شو السوفتوير اللي بدك تشتغل عليه وأنت وين أقوى. طيب تعال نتابع أنا وياك ونشوف الشكل اللي أنا رسمته. أول شيء بدي أحكي عنه أنه في عندي على الويندو هاي اللي موجودة هون في عندي 3 آيكون، 1 4 آيكون، 2 3 4. الأربعة آيكون هدول بخصوا الستيج اللي هو حيز العمل اللي أنا بدي أقوم بالرسم عليه. الستيج اللي أنا واقف عليه شباب هون اسمه برسبكتيف فيو، اللي هي شاشة المنظور ثلاثي الأبعاد. طيب بكون شايف فيها العنصر من ثلاث محاور أو بكون شايفه كجيومتري كشكل ثلاثي الأبعاد. الآن كيف بدي أنا ألف حوالين هذا العنصر؟ ركز، أنا بدي ألف حوالين العنصر، مش بدي ألف العنصر نفسه. أنا بدي أغير الكاميرا أو الفيو تاعي بحيث أني أنا أشاهد العنصر من عدة أماكن حتى أشوف أنه بيخدمني ما بيخدمني، بدي أعدل عليه ما بدي أعدل عليه. أول آيكون راح أحكي عنها اللي هي إشارة الدائرة اللي موجودة عندي هون أو الأوربت، خلينا نسميها المدار، هاي اللي موجودة عندي هون بتضلك ضاغط بالماوس عليها كليك وبتحرك الماوس بالاتجاه يمين يسار للأعلى للأسفل بحيث أنك تشاهد الأوبجكت اللي موجود أمامك. طيب الآيكون اللي بجنب الدائرة اللي هي زي سهمين فوق بعض، هاي بتعمل زوم أوت وزوم إن
على فكرة أنا بحرك الماوس يمين يسار حتى أفوت زوم إن على الأوبجكت أو زوم أوت عن الأوبجكت. الشغلة الثالثة اللي موجودة هون هي إشارة الموف أو إشارة الزائد أو الصليب، هاي بتقوم بتحريك الستيج كامل. أهم معلومة هون بدك تلتقطها مني وتعرفها، إني أنا ما بغير على مكان العنصر ولا على حجم العنصر ولا على شكل العنصر، أنا بغير على وضعية مشاهدتي وطريقة مشاهدتي للستيج من خلال تحريك محتويات أو تحريك الفيو اللي بيشاهد محتويات الستيج، زوم إن وزوم أوت على الستيج، وأخيراً هو الروتيشن وهو أهم شيء بحيث إني أشاهد العنصر من عدة أماكن. كثير بدقق على هذا الموضوع وكثير بحكي عنه لأني بعض الطلاب بيفتح برنامج السينما 4D وبيخلص شغله هو واقف على الفيو، هو بكون شايفه الشغل بشكل صحيح، لكن أنا أول ما بسلمني التاسك باجي باخذ الروتيشن وبلف بكتشف إنه شغله كله غلط. فأنت دائما وأبدا أي حركة أو أي تعديل بتقوم بإضافته على العنصر لازم إنك تأخذ لفة حواليه، لازم إنك تشاهده من عدة أماكن حتى تشوف إنه هذا العنصر مرسوم بطريقة صحيحة أو لا. من الأشياء اللي بعرفش نسميها ميزة نسميها عيب في برنامج السينما 4D، إنه أي عنصر أنت بتقوم برسمه بينزل على السنتر بوينت. السنتر بوينت هي 0-0، شايفين؟ هاي ديليت للمكعب، هيا الزيرو زيرو. يعني الآن أنا بدي أطلب منه إني أرسم كيوب، شوف كيف؟ شايفين هاي الآيكون؟ هاي الآيكون اللي هي قائمة كرييت، قائمة إنشاء، قائمة كرييت. هلا بدي أضلني ضاغط عليها كليك هولد أون كي، أضلني كابس بالماوس حتى تفتح القائمة. شايفينهم؟ هذول عناصر الجيومتري، الأشكال ثلاثية الأبعاد اللي بوفر لي إياها برنامج السينما 4D. كيوب، مكعب، ركز. كنا نحكي في الأدوبي إنيميت كنا نحكي مربع، الآن بحكي مكعب ثلاثي الأبعاد. طيب هذا المكعب عشان ما تختلط علي الأمور، في عليه ثلاث محاور، X دائماً وأبداً الأحمر X والأخضر Y والأزرق Z. من خلال هاي المحاور اللي موجودة أمامي بإمكاني أنا أغير مكان هذا المكعب. وهي النصيحة الثانية المهمة اللي بنصحك إياها، إنه إذا إجى عبالك تغير مكان المكعب أوكي لا تحمله من المنتصف، مع إنه من المنتصف مسموح إنك تحمله، لكن إذا حملت الأوبجكت من المنتصف وغيرت مكانه أنت بتحرك فيه بكم بعد يا شباب؟ على كم محور بحرك فيه الآن؟ كله على الثلاث محاور. أنا بالنسبة إلي وبالنسبة إلك وبالنسبة لعينك اللي أنت بتسيطر عليه اللي هو يمين يسار اللي هو محور مثلاً الإكس أكسس، والواي للأعلى وللأسفل على سبيل المثال، لكن المحور الثالث اللي هو العمق الزد أنت عينك ما بتشوفه. يعني الآن أنا حركته، طب بتضمن لي في التحريك هاي اللي أنا بحرك فيها يمين يسار إنه هذا المكعب ما إجا للأمام أو رجع للخلف؟ أكيد ما بتضمن، لكن لو ضربت عينك هون على إحداثيات هذا المكعب على الستيج، شوف طلع الإكس أكسس، تعني نيجي نطلع بالمنظور اللي إحنا بنعرفه، هاي هذا اللي إحنا بنفهم، إكس أكسس يمين، الواي للأعلى والعمق هو الزد. لو حملت من المنتصف بتشوف الإكس أكسس هاي بتتغير. طب تعال نرجع هون نحط له الاكس اكس الصفر والواي صفر والزد صفر وابلاي. الان هذا المكعب راح ينتقل الى منتصف الستيج. طيب بس من باب العلم بالشيء، فبدي احرك المكعب على اليمين، بتشوف انه قيمه الاكس اكسس تحركت 264 سنتيمتر. شوف انا محور لحاله ماسك على اليسار سالب 400 وهكذا الامر، لكن بمجرد ما حملته من المنتصف وصرت أحرك يمين يسار طلع لي على المحور اللي مشكلتي فيه أنا اللي هو الزد أكسس، طلع كيف قيمته الآن؟ قيمته صارت 154
154 اجى عندي للامام، لو هون اجيت هسه صعب انا ارجعه للخلف لاني حامل ثلاث محاور. لذلك الامر النصيحه اللي بنصحك اياها وباكد عليها 100%، اذا انت حبيت تغير مكان عنصر، انا الان بحكي عنصر، عنصر اللي هو الاوبجكت هذا الكامل، اوكي، لا تحمله من المنتصف، بتحركه محور محور. هذه اسلم طريقه حتى انت ما تخطأ. طيب نشوف شو في عندي كمان اشياء تانية متاحة. في عندي سفير كرة، انا بس بزيحهم عن المنتصف عشان ما ينزلوا كلهم فوق بعض عشان تشوفهم. في عندي بلان، في عندي اويل تانك، في عندي عدة اشكال موجودة عندي في البرنامج، اوكي، ممكن اني اتعامل معها وأشوف هاي الأشكال. الآن أنا كلام للمستقبل، هاي الأشكال اللي موجودة أمامي شباب هي راح تكون نقطة انطلاقي لرسم أي أوبجكت. نركز، نقطة انطلاقي لرسم أي أوبجكت، لكن حسب الأوبجكت اللي أنا بدي أرسمه ببلش باختيار العنصر الصحيح. يعني أنا لو مثلا بدي أعمل خزانة أكيد ما راح أبلش بكرة، ما بحكي دائرة، سفير كرة، راح أبلش بمكعب لأنه هو كشكل عام أقرب شيء لشكل الخزانة. واضح؟ يعني هاي الأشكال اللي موجودة أمامي اللي هم من 4×4 16 عنصر، هدول هم من الأشكال اللي راح يكونوا نقطة بدايتي لرسم أي عنصر من هاي العناصر. طيب الآن أنا رسمت مجموعة من العناصر، راح تشوفها في البار اللي موجود على يمين الشاشة اللي اسمه الأوبجكت بار. في أي لحظة أنت مثلاً بدك تشتغل على المكعب، ممكن تيجي تعمل دبل كليك على الكيوب، أو تعمل كليك على الكيوب حتى يضلله. هاي كيوب، هاي تيوب، هاي مسكه، هاي سفير، هي مسكه. الآن ليش حكيت أنا عن الموضوع هذا؟ عشان أفرجيك أنه كل عنصر من هاي العناصر له تحت بار آخر اسمه attribute. attribute البار الذي يحتوي على خصائص هذا العنصر. طبعاً أنت بإمكانك تعمل عليه كليك مباشرة على الستيج، وبإمكانك أيضاً تعمل عليه كليك وين؟ في الأوبجكت بار حتى تشوف هذا العنصر وتعمل عليه سيلكشن. تعال نيجي أنا وياك نفوت زوم إن. ركز الزوم إن، أنا أحياناً بستخدم هاي الآيكون، شوف بدي أجيبه في المنتصف أمامي، بفوت زوم إن وبعدين على الموف للأسفل، أوكي، أو مثلاً من خلال السكرول اللي موجودة على الماوس ممكن أفوت زوم إن وزوم آوت على هذا العنصر. طيب نيجي على المكعب، هيو كيوب، تعال نشوف خصائص هذا المكعب. هيو في الاتريبيوت بار تحت في عندي 4 بار بنحكي عنهم لاحقا، اللي بهمني الان اللي هو التاب، اسف 4 تاب، اللي بهمني التاب اللي اسمه اوبجكت. اوبجكت بحكي لي خصائص هذا المكعب. انت بتعرف انه اي مكعب في له ارتفاع، طول وعرض وعمق، هيهم على الاكس اكسس اللي لونه احمر كم حجمه؟ 200 سنتي، هاي 300، فبتشوف انه كبر. على الواي اكسس اللي هو للاعلى 200، هاي 60، انتر. على الزد اكسس اللي هو المحور اللي لونه ازرق على العمق، هاي 150 سنتي. الان انا صرت اتحكم في حجم العنصر اللي موجود أمامي، وإذا بتدقق النظر راح تشوف إنه في على المحاور في نقاط موجودة هون. هاي النقاط أيضاً لو تمسك هاي النقطة بإمكانك تعدل على شكل هذا المكعب، أوكي؟ طبعاً القيمة اللي أنت بتعدل عليها هون مباشرة بتنعكس
على العنصر اللي موجود أمامنا من خلال الفيرتكس اللي موجودة هون. هاي الفيرتكس لن تظهر معك إلا تكون حامل إشارة الموف حتى تظهر معك هاي النقطة. إذا النقطة هاي ما ظهرت لازم تعمل كليك على الأوبجكت أول، وإذا ما ظهرت بعديها لازم تعمل كليك على الموف، وإذا ما ظهرت كمان لازم تيجي هون تحكي له خيار يوز أوبجكت حتى يمسك العنصر ويفرجيك خصائصه. الآن في عندي على مستوى المكعب نفسه في عندي هون تحت بعض الخصائص الأخرى، أهم الخصائص، آسف بضلني أضغط على كبسة السكرول أنا بعدين بحكي لك عنها. أهم هاي الخصائص كبسة أو خاصية الفلت. الفلت بتقوم بتنعيم الحواف القائمة، يعني نفعل خاصية الفلت، شوف كيف صار شكلها بهذا الشكل، نعم الحواف، الحافة اللي كانت في الأعلى والحافة اللي كانت بالأسفل، من كثر ما عملهم سموث صاروا شبه دائرة أو قطاع من الدائرة. قيمة الراديوس 40 سنتي، طب ما هو أصلاً المحور الواي كله 80، بس أخذ 40 من فوق و40 من تحت، بدها تصير دائرة إجباري. فالآن أنا بدي أصغر قيمة الفلت حتى يعطيني تنعيم للحواف اللي موجودة عندي على هذا الأوبجكت. أوكي، في عندي هون خيار اسمه فلت سبديفيجن اللي هو القطع اللي بده يصير على هذا التنعيم، ما رح تسيطر معاي عليه الآن، بحكي عنه لاحقا. طب تعال نشوف مثلا أوبجكت آخر ونشوف خصائصه. هاي مثلا السفير، هاي السفير، وين السفير؟ نحرك الشاشة على اليمين، هاي السفير، زوم إن. إذا بتلاحظ معي السفير ما إله إلا خاصيتين، في إله خاصية اسمها الراديوس اللي هو نصف القطر، ممكن إنك تكتب كتابة، وممكن إنك تضغط على الأسهم اللي موجودة ما بعد الرقم وتحرك للأعلى وللأسفل. للأسف الشديد بس تيجي تشتغل على برنامجين سينما 4D مثلا، وتكون كمان بتعرف تشتغل على 3D ماكس، راح تلاحظ إنه بصير عندك مشاكل. كيف يعني؟ يعني أنا هون في برنامج السينما 4D عشان أغير على أي قيمة موجودة في داخل البرنامج بكون بدفع الماوس للأعلى وللأسفل. للأسف في برنامج السينما، في برنامج 3D ماكس ما بتكون للأعلى وللأسفل، بتكون يمين يسار. الهدف من كلامي أني أفرجيك أنه هذول شركات متنافسة، يعني بتحاول أنه تفعل بعض الخصائص عكس بعض عشان أنت دايماً تضلك خلص بتشوف حالك أنت بتشتغل بسرعة على برنامج السينما 4D، فبتعتمد برنامج السينما 4D وبتهمل برنامج 3D ماكس. طيب المهم هون أنه الدائرة ما إلها إلا نصف قطر، بكبرها وبصغرها، بينما كانت على مستوى الريكتانجل كان إلها ثلاث خيارات بحيث أني أعدل على أبعاد هذا المكعب. طبعاً في عندي هون خيار سيجمنتس أو سبديفيجن هو بسميه أحياناً، بحكي عنه لاحقاً، لكن خليني أحكي لك عنه الآن هيك بشكل سريع. اطلع الكرة هاي قديش في عليها قطع، ممكن أنا أزيد هذا القطع، وممكن أني أيضاً أقلل هذا القطع. طبعاً خيار السيجمنتس وأحياناً بسميه السبديفيجن اللي هو عدد القطع اللي موجود على العنصر كثير مهم، وكل الشغل اللي أنا راح أشتغله في برنامج السينما 4D يعتمد على هذا الخيار. طب تعال نيجي لليوتيوب مثلاً، هيو حرك الشاشة للأسفل بعدين بلحق زوم إن على السكرول أو على الآيكون اللي موجودة عندي هون، يمين يسار للأعلى للأسفل زي ما بدك. تعال نشوف خصائص هذا اليوتيوب، طلع صار عنده خصائص كثير. أول خاصية اللي هي الانر راديوس اللي هو نصف القطر الداخلي، ممكن تكبره وممكن تصغره. في عندي الاوتر راديوس نفس نصف القطر الخارجي. في عندي الكاب سيجمنتس عدد
السيجمنتس اللي على الكاب على المنطقة العلوية منه كانت واحد، كان قطع واحد هيو، شوف الآن صاروا اثنين، هاي قطعين أكيد داير ما يدور، وهكذا الأمر. الخاصية الثالثة كمان أو الخامسة المهمة اللي هو الهاي، كم ارتفاع هذا، كم ارتفاع هذا التيوب. هاي زوم أوت لأني كبرته، لازم أطلع زوم أوت عشان أشوفه كامل. وفي عندي كمان آخر خيار اللي هو الهاي سيجمنتس، عدد القطع اللي بدها تيجي على الارتفاع تاع التيوب، هي واحد اثنين ثلاث زي ما بدك حسب الشيء اللي انت بتحتاجه. لكن معظم هاي الخصائص اللي انا بحكي عنها هون معظمها موجودة على نفس العنصر، يعني لو تدقق النظر راح تلاقي فيرتكس اللي انا بحكي عنها هيهم، بدك تدقق النظر حتى تشوفهم. هاي في عندي فيرتكس هون تتحكم في الارتفاع، وفي عندي فيرتكس هون بتتحكم في نصف القطر الداخلي، فيرتكس أخرى هيها تتحكم في نصف القطر الخارجي. عشان هيك بحكي لك بدك تدقق النظر. هاي ما كانت مبينة لأنها كانت موجودة وين؟ تحت السهم. بدك تدقق النظر حتى تشوف هاي الخصائص. البلان، البلان له خاصيتين مهمات، هي الويدث والهاي. البلان الصفيحة هاي ما في إلها سماكة، فما راح تشوف في إلها مثلا إلها طول وعرض، بس ما في إلها عمق. بس بدي أرجع هون بالله، في عندي خيار اسمه orientation اللي هو اتجاه التيوب. هاي الorientation يعني ما بتشوفها على كل العناصر، يعني على المكعب ما في عليه orientation، طلع على السلندر أو على التيوب راح تلاقي خيار اسمه orientation. orientation بغير محور أو بقلب أو بوجه الشكل، بغير وجهته على محور الـ Y axis، على محور الـ X axis، على محور الـ Z axis، بغير وجهة هذا الشكل. على البلان أيضا يوجد orientation بنفس الفكرة. طب السفير ما في عليه orientation، الأويل تانك عليه orientation. دقق النظر في الأويل تانك راح تشوف إنه خصائص الأويل تانك بتشبه خصائص السلندر اللي أنا ما رسمته. التنين إلهم ارتفاع، أوكي، التنين في إلهم عرض أو اللي هو نصف القطر الراديوس هيو، وهذا أيضا إله راديوس هيو. لا ما شفته، ما مسكت الفيرتكس الصح. هاي الراديوس تاعه هون، أوكي. لكن الفرق ما بين السلندر والأويل تانك إنه ممكن إنه يشكل معاي على المنطقة العلوية حدبة سموث، تنعيم، بغير شكل السلندر لإشي، يعني نحكي زي الكابسول، زي الكبسولة، أوكي. إذن التنين بيشتركوا في العديد من الخصائص، لكن الفرق بينهم هو هاي الخاصية اللي هي اسمها الكاب هاي هون، اللي هي ارتفاع المنطقة العلوية، لكنها مش متوفرة عندي هون في السلندر. ما في إلا خيارين، الطول والنصف القطر والارتفاع. أكيد السيجمنتس هاي راح تشوفها في كل الرسوم اللي أنت بترسمها، وإلها هدف جدا جوهري وجدا مهم. الآن أنت بتفكر هيك، المفروض بينك وبين حالك، أنا هاي الأشياء إيش بدي فيها؟ إيش بدي بسلندر؟ إيش بدي في مكعب؟ هاي الأشكال المتاحة أمامك شباب هون هي اللي من خلالها راح تتمكن من رسم أي عنصر موجود أو أي عنصر بخطر في بالك. هاي العناصر يمكن أنا حكيت عن بعضها، ما حكيت عنها كلها، لكن إذا احتجت إشي منهم راح أرجع أرسمه وأشتغل عليه. أنت المطلوب منك الآن أكيد في البداية إنك تنزل البرنامج على جهازك، وأنا رفعت لكم اللينك على الجروب،
هو برنامج بورتابل، وشرحت لكم كيف تعملوا له كوبي بيست وتنسخوه وتفعلوه. الخطوة الثانية انك تتعلم how to create geometry، كيف تنشئ شكل من هاي الأشكال ثلاثية الأبعاد. والأهم من هذا الكلام كله انك تسيطر على موضوع الفيو ومشاهدتك للعناصر على الستيج، وتصير تتمكن تفوت زوم ان وتطلع زوم اوت، سواء من خلال الثلاثة ايكون اللي موجودة عندي هون او من خلال كبسة الماوس. والشغلة الثالثة والأخيرة واللي هي كمان مهمة، انك تلاحظ اختلاف خصائص كل عنصر عن العنصر او عن اي عنصر اخر، لانه كل عنصر من هاي العناصر له خصوصيته له ماهيته، بحيث اني انا استطيع التعامل معه. تمام شباب؟ تمام دكتور. طيب الان هاي مجموعة العناصر الضخمة اللي انا رسمتها، انا بشاهدها من منظور البرسبكتيف فيو اللي انا تحدثت عنه سابقا، اللي هو المنظور ثلاثي الابعاد. الان بدي انتقل لعدة مناظير اخرى او لعدة طرق معينة اخرى لهذا او لمجموعة هاي العناصر اللي موجودة امامي. الكبسة الرابعة اللي لغاية الان انا ما حكيت عنها، اللي هي إشارة الماكسمايز، اللي هي إشارة المربع اللي ما بعد إشارة الدائرة، اللي هي بتغير شكل الفيو إلى أربع مساقط أو أربع طرق لمعاينة الأوبجكت اللي أنت بترسم فيها أو اللي بدك ترسمها أو اللي رسمتها. طيب راح أحرك الماوس على المنظور اللي اسمه توب فيو وأطلع زوم أوت، ما كبست أنا، بس حركت الماوس عليه، وهذا اسمه فرونت فيو وهذا اسمه رايت فيو. شوف الان انا في عندي شاشه ثلاثيه الابعاد، من خلالها بشاهد هاي العناصر. الان المسقط اللي موجود عندي هون هو التوب فيو، يعني زي اكني غيرت مكان المشاهده او الكاميرا من وين، مسقط علوي. المسقط العلوي اللي اسمه توب فيو يستطيع التعامل مع محورين فقط، اللي هو اللي انت شايفهم عندك هون، الاكس والزد، هيهم المحور الاحمر والمحور الازرق. طيب المحور الاخضر وين راح؟ ما بيبين. لكن لو اجيت على المشهد الجانبي على الفرونت فيو، تعال نمسك اي عنصر عشان نسيطر، بتعامل معي على محورين الاكس والواي. ليش هيك؟ عشان يقلل الخطأ اللي انا بدي ارتكبه. واخر مسقط هو الرايت فيو، اللي هي زي اكنك بتطلع على محتويات الستيج من اليمين. طبعا زي ما في عندي رايت فيو في عندي ليفت، اوكي، من اليسار. زي ما في عندي فرونت في عندي باك، زي ما في عندي توب من الاعلى في عندي باتون من الأسفل. يعني في عندي عدة طرق لمعاينة العناصر، لكن الثلاث أو الثري فيوز هذول التو دي، لأنه هذول صفوا عندي تو دي. مدام أنا بحكي لك إكس وزد أو إكس وواي أو زد وواي، هذول يعني شاشة تو دي، هذول بكفوا لعملية معاينة وتعديل العناصر اللي موجودة عندنا أو العناصر اللي إحنا ممكن بدنا نشتغل عليها. دائما وابدا حبيت تعمل هاي الشاشه فول سكرين، اضغط على هاي الكبسه اللي هون اللي هي ماكسمايز بكبرها، او بامكانك تضغط على نفس كبسه السكرول، لانك انت بتعرف انه نفس كبسه السكرول اللي على الماوس هي باتون، اضغط عليها بكبرها. بدي هاي، اضغط على هاي الشاشه بكبسه السكرول بكبر اي شاشه تشتغل عليها. دائما وابدا انا وانا بشتغل وبشوف الطلاب وهم بيشتغلوا، استطيع تقييم الطالب بانه شغله صح او لا اذا بستخدم هاي الشاشات. اذا بتستخدم هاي الشاشات يبقى انت بتشتغل صح، يبقى انت بتشتغل بدقه، بتكون انت فاهم شو اللي قاعد بتعمل فيه. اما انه انت تفتح البرنامج واطلب منك ترسم لي سياره مثلا او ترسم لي كرسي وتضلك بس واقف على شاشه البرسبكتيف فيو، انت لا تعي ولا تعلم ما هي
أهمية شاشات الـ2D أو شاشات المنظور ثنائي الأبعاد. أصلاً هي شاشات منظور ثنائي الأبعاد، أحكي لك إياها بالعامية، هي حلالة المشاكل. يعني أي مشكلة بتصير عندك في شاشة المنظور ثلاثي الأبعاد، أنت ما بتسيطر على تحريك، عندك نقطة عمليت لك إرباك، تعال شوفها من هون راح تسيطر عليها، لأنه حجب عنك أحد المحاور. البعض بيحكي لي لا أنا بسيطر على شاشة البرسبكتيف ومش بحاجة إلى شاشة أو شاشات الـ2D، زي ما بدك أنت حر. لكن اللي أنا بدي أحكي لك إياه، أنت بتسيطر، ممكن أنك تسيطر على هاي الشاشات إذا بترسم أشكال ثلاثية الأبعاد، لكن كمان شوي راح تشوف أنه أنت بحاجة إلى رسم خطوط أشكال ثنائية الأبعاد. الخطوط لا ترسم أبداً، هذول الستة اللي هون لا ترسم أبداً على شاشة البرسبكتيف فيو. ليش؟ لأنه في عندي محور أنا ما بسيطر عليه، عيني ما بتشوفه 100%، اللي هو محور العمق بغض النظر شو كان، لأنه محور العمق إذا بتطلع هيك هو الزد اللونه أزرق، إذا بتطلع هيك العمق هو الإكس، أنت ما بتسيطر عليه. الخطوط اللي هو تاب كرييت الشيب، هاي اسمها شيب، الأشكال ثنائية الأبعاد اسمها شيب، الأشكال ثلاثية الأبعاد اسمها جيومتري. شاشات أو أفضل مكان لرسم أشكال الشيب بغض النظر كانت مربع أو كانت خط بتكون من نقطة أو من نقطتين هي شاشات الـ2D، وأهم واحدة فيهم لرسم الخطوط وأسهل واحدة فيهم وأفضل واحدة فيهم للأشكال اللي إحنا بدنا إياها هي شاشة الفرونت فيو، زي أكنك بترسم على اللوح اللي هو الإكس والواي، زي أكنك بترسم أمامك، فبتشوف الخط بطريقة صحيحة 100%، إلا إذا دعت الحاجة أنك تستخدم محاور أخرى. من الأشياء اللي أيضاً بشير إلها هون، أنه ممكن أنا مثلاً ممكن يكون الرسم تاعي بهاي الطريقة، أنت وأنت بتشتغل ممكن يكون بهاي الطريقة، فموضوع مين هو المحور اللي على اليمين والعمق ومين هو المحور الارتفاع اللي هو الواي مش كثير بيقرقني، أنا ما بهمني، أنا بهمني أشوف شكل في نهاية المطاف. مين هو العمق ما بهمني، هو الإكس هو الواي هو الزد ما بهمني. أوكي طيب، نشوف في بعض الأمور الأخرى اللي كثير مهمة وراح أشرحها على شاشة البرسبكتيف فيو عشان ننهي الموضوع ونسيطر عليه 100%. تعال نيجي للمكعب. أنا شو حكيت لك؟ حكيت لك إنه إشارة الموف اللي هون والزوم إن زوم أوت والروتيشن هاي على مستوى الستيج كامل، لكن أحياناً أنت بتكون بحاجة إلى تغيير مكان الأوبجكت نفسه أو تدوير الأوبجكت نفسه أو تكبير الأوبجكت نفسه. هذول الثلاث أشياء اللي بيشبهوا هذول بيشبهوهم بس مش هم من هايهم. موف، الآن أنا بدي أحرك المكعب لازم أحكي له موف، لأنه إذا ما كان ماخذ الموف لن تتمكن من تحريك المكعب. أي موف، يمين يسار للأعلى للأسفل للأمام للخلف. الخيار الآخر هو السكيل، السكيل تكبير وتصغير العنصر. خليني ألف الفيو هون وأفرجيك إنه كيف صار شكل الآيكون، يعني سهم يعني تحريك بس يصير مربع. شوف تكبير وتصغير، تكبير وتصغير لحجم هذا الأوبجكت. وآخر إشي الروتيشن، شوف طلع عندي 3 أوربت، ثلاث محاور، الأحمر اللي هو الإكس أكسس والأخضر هو الواي والأزرق هو الزد أكسس. الآن اللي أنا بعمل فيه على مستوى العنصر نفسه وليس على مستوى الستيج. بدي أنوه لموضوع، بس قبل ما أنوه لموضوع بدي أحكي لك إنه أهم آيكون في برنامج السينما 4D هيو إيش هو؟ إيش هو يا شباب؟ كنترول زد. كنترول زد اللي هو الأندو اللي هو التراجع، راح أعمل أندو لأنك أنت الآن أنا اشتغلت هذا الشغل. احكي لي رجع لي يا زي ما كان، كيف بدي أرجع؟
يكاد أن يكون مستحيل أني أنا أرجع. فأسرع طريقة هي الأندو، أندو تراجع، حتى يرجع الأوبجكت لشكله الطبيعي. أهم آيكون في برنامج السينما 4D وحتى 3D Max وحتى المايا وأي برنامج موديولينج هو الأندو. ليش؟ يعني أنا الآن أنا وياك مثلاً على سبيل المثال بحاجة إلى أني أنا أجيب هذا المكعب وأحطه في داخل الدائرة. هسه البعض بيجي هيك برجع بحرك الشاشة، برجع برجعه للخلف، بصير موضوع بصراحة صعب. لكن اطلع لو بدي أشتغل على شاشة 2D ما أسهله، هي ماكسيمايز. تعال نجي نطلع from top view، وين التيوب هاد؟ هيو شوف، تعال نجي على المكعب، حرك لي اياه هون، شوف كيف صرت اشتغل بسرعه اكثر. وين راح؟ حركت تحريكه سريعه بالغلط انا. تعال نجي نطلع هون على الفرونت فيو، على الليفت فيو. ما مش مبين معني اني مش عامل له سلكشن. هيو شوف، كان الشغل كثير سريع. ليش؟ لأني كنت أتعامل مع محورين، فمحور العمق ما استخدمته فكان شغلي سريع. الآن هذا اللي أنا بدي أحط المكعب في هذا المكان. السؤال القوي، رجع لي المكعب محل مكان. البعض بيحكي لي عادي امسكه هيك وجيبه هون ورجعه هون، ما في مشكلة. طيب هل بتضمن لي أنه هذا هو نفس المكان؟ لا، إلا إذا كنت ماخذ إحداثياته وكاتبها على ورقة بتتذكرها. لكن أفضل طريقة هي مين؟ Ctrl Z. الآن أنت بتحكي لي عادي يعني بسيطر. لا، أنت الآن ممكن نركز شوي، ممكن أنك تسيطر على جيومتري، لكن في المستقبل رح تبطل تشتغل على جيومتري، رح تصير تمسك نقطة في داخل العنصر وتحركها. إذا أنت شكل كبير مش مسيطر عليه 100%، كيف تمنك تمسك نقطة في داخل عنصر وأطلب منك تحركها لهدف معين؟ لذلك الأمر بدك تأخذ بعين الاعتبار أنه من أهم الآيكون هي الأندو اللي موجودة عندي في برنامج السينما 4D. تمام شباب؟ تمام دكتور. في حدا عنده سؤال نشوف؟ دكتور هسه الأندو بتيجي للمشهد كامل ولا للعنصر اللي أنا محدده؟ لا، لكل شيء. مين اللي حكى؟ مصعب. هسه يا مصعب، أحياناً أنت للأسف أحياناً بتشتغل، بتيجي مثلاً زي ما نعمل، حطيت المربع هون واشتغلت على الدائرة هاي مثلاً أو على التيوب هذا وعدلت عليه واشتغلت عليه، بعدين اكتشفت أنه أنا عندي مشكلة في بداية شغلي. هسه للأسف أنت رح تشتغل، أو سوري، رح تخسر الشغل اللي عملته هون كرمال أنك ترجع المكعب محل مكان أو في المكان اللي كان موجود فيه. يعني رح يكون عندك شيء على حساب شيء آخر. هلأ من الأشياء الكثير مهمة اللي أنا جنبت أحكي عنها، أنه أثناء عملك على برنامج السينما 4D في بعض الأحيان بكون في عندك لحظة محورية راح تنقل الشغل تاعك لمنطقة أخرى. يعني الآن على سبيل المثال أحكي لك إياها بالعامية، الآن أنا شايف إحداثيات هذا المكعب وشايف حجمه وشايف الطول وشايف العرض تاعه. في لحظة معينة بدي أشتغل على النقاط هاي المكونة لهذا الأوبجكت، مثلاً أزيد السيجمنتس عليه. عشان أشتغل على هاي النقاط اللي موجودة هون لازم أحوله لعنصر قابل للتعديل. لكن إذا أنا حولته لعنصر إديتابل، عنصر قابل للتعديل، هاي الخصائص الأساسية أنا راح أخسرها. فهمت علي يا مصعب؟ فأحياناً بتكون الخيار قاسي علي،
يعني الآن أنا قررت أشتغل على النقاط المشكلة لهذا العنصر، لازم أحوله. هسا إذا حولته بخسر هاي الخصائص. هسا مستحيل هاي الخصائص ترد ترجع لي مرة ثانية إلا من خلال مين؟ التراجع، الأندو، زيه زي برنامج الوال. أظني أرجع أندو حتى أرجع أحصل على هاي الخصائص، لكن ممكن وأنا برجع أندو أكون قاعد بخسر شغل آخر. فهاي الإشي أو هاي الخاصية اللي هي make object editable بس نحكي عنها، راح تكتشف إنه في اللحظة اللي بتقرر إنك تحول العنصر إلى عنصر قابل للتعديل، بدك تكون تعي تماماً الشيء اللي أنت بدك تختاره. عشان هيك بقول لك من أهم الآيكون اللي موجودة في برنامج السينما 4D وأي برنامج إنيميشن أو موديولينج 2D أو 3D هي الأندو. عشان هيك بتشوفها دائماً موجودة يا تحت يعني في السينما في الماكس موجودة فوق الفايل، هون تحت الفايل، يعني بتلاقيها أول آيكون اللي هي الأندو والريدو اللي هي إعادة آخر عملية الريدو. هيك إحنا شباب المفروض إنه إحنا هيك نكون سيطرنا في نهاية المحاضرة هاي على طريقة معاينة العناصر، اتعلمنا كيف نبني عناصر جيومتري ثلاثية الأبعاد، اتعلمنا كيف نشوف خصائص كل عنصر من هاي العناصر وأعدل عليها من خلال بار أو تاب أتريبيوت بعد ما تضغط على اسم العنصر، أو من خلال النقاط اللي موجودة عندي على هذا الشكل أو على الأوبجكت أو الجيومتري اللي أنت قمت برسمه. وتعلمنا كمان كيف أنه أنا بإمكاني أغير مكان العناصر، كيف ممكن أكبرها وأصغرها، كيف ممكن أعمل إلها روتيشن على أي محور أنا بدي إياه. أيضاً اهتمينا وحكينا على موضوع شاشات الـ2D، شاشات المنظور ثنائي الأبعاد، وهي كثير مهمة، وراح تشوف أنه يعني بديش أقول لك 90 أكثر من 80% من شغلي راح يكون هون. ما راح أهتم كثير في شاشة الجيومتري إلا أنه بس أخلص شغل هون باجي هاي بعملها فول سكرين عشان أشوف النتيجة النهائية للشغل اللي أنا بشتغله. وأيضاً من باب التنويه والتذكير وإضافة جديدة لكل عنصر من هاي العناصر كمان خصائص أكثر نحكي عنها حين الحاجة إلها. لكن من الأشياء اللي بتريحني وأنا بشتغل مثلاً وجود هذا الأويل تانك معاي في هذا المكان مضايقني، مش شايف منيح منه وما بدي ألغيه، بدي إياه ممكن إني أخفيه. في بجنب الأويل تانك في الأوبجكت بار دائرتين صغار هون، اكبس عليها مرتين بخفيه. شوف كمان مرة بيظهروا، مرتين بيخفيه. أوكي، هسا أنا ما لغيته، أنا أخفيته. هسا كيف بعرف إنه في عندي عنصر مخفي على الستيج؟ بلاقي بجنب اسمه دائرة لونها أحمر. هيك أنا بستطيع إني أخفي أي عنصر موجود على الستيج حتى ما يضايقني وأنا بشتغل في برنامج السينما 4D. الآن ترى هي بسموها إشارة المرور، هاي بسموها إشارة. هيك أنا بعرف، بس بعرفش يعني المصطلح أنت من وين جبته، لكن هي بتعمل شو أور هايد للأوبجكت زي ما بدك. طب شوف، بدي أعمل أنا وياك وبتمنى إنك تشتغل هذا الشغل اليوم، لأنه يعني إحنا المتبقي لنا أسبوعين لثلاث أسابيع حتى نهاية الفصل، ورح تكون كلها سينما 4D وشغل كبير، ورح تشوف عليه أسايمنت كثير خلال الفترة القادمة. فنزل البرنامج، وأنا طلبت منكم تنزلوه ما قبل العيد، نزلوا في أسرع وقت ممكن، ولا تترك المشاكل ليوم الامتحان. شوف شو اللي بدي أسويه الآن، رح أخذ هدول العناصر كلهم، تطلع كيف ضللتهم من هون، أو بتقدر تضللهم من هون. شوف مش راضي هون، بسمح لي أضلل عنصر عنصر، بدي أضللهم كلهم. كبسة السيليكشن نفسها بضلني كابس عليها بالماوس، في عندي هون خيار اسمه فري سيليكشن، صار يسمح لي أضلل أكثر من عنصر معا. هاي ديليت. هيك أنا لغيت كل العناصر. الآن راح أرجع للسيليكشن العادي اللي هو السنجل سيليكشن،
وآجي أنا وإنت نرسم مكعب، وتعال نلحق المكعب زوم إن حتى نشوفه بطريقة صحيحة. شوف شو بدي أسوي أنا في هذا المكعب. بدي أعمل منظور لغرفة، منظور جانبي لغرفة. مثلا بدك تشتغل بالقيم، بدي أحكي هاي الغرفة الارتفاع، الارتفاع على أي محور شباب؟ هيو الارتفاع على الواي. أصلاً هيو الواي موجود أمامك الارتفاع. بدي أجي أحكي له هاي الغرفة مثلاً ارتفاعها 300 سنتيمتر، اللي هو كم متر؟ 3 متر. هي هيك شكلها، هي وحدة القياس شباب، وحدة القياس سنتيمتر. وبدي أحكي إنه سماكة الجدار مثلاً، نعتبر إنه الزد هو سماكة الجدار، سماكة الجدار 20 سنتيمتر، وأحكي له إنه العرض 4 متر 400 سنتي. هلأ أنا هيك شو بكون رسمت؟ شوف كان زمان أطلع من بعيد لأني ما كنت أهتم بالقياسات، الآن أنا بهتم بالقياسات. الآن أنا هذا الشكل اللي موجود أمامي هو جدار على سبيل المثال، سماكته 20 سنتي بارتفاع 3 متر بعرض 4 متر. طب شو ممكن أسوي منه؟ ممكن أنسخه، أو ممكن بدي أعمل كمان جدار هون وأعمل أرضية. ممكن البعض بحكي لي لا أنا بدي أرجع أرسم واحد تاني، هاي مكعب تاني أزيحه على اليسار، بحكي له الإكس أكسس 20 سنتي والارتفاع 3 متر زي هذاك، ومثلا الغرفة هاي عرضها 5 متر مش 4 متر بهاي الطريقة. هسه بدي أركبهم على بعض، في عندي آلاف الطرق، لكن اطلع لو اجيت أنا على شاشة التوب فيو هاي فول سكرين، طلع كيف راح يكون الموضوع سهل. زوم أوت حتى أشوف المحور، يعني هم من ما ركبوا على بعض اكزاكتلي، بس أفرجيك في الزوم إن في بينهم مسافة لكن مش كثير، راح نزق عليها. الآن هذا الجدار بدي أنسخه، كيف بدك تنسخه؟ على إيديت كوبي، على إيديت بيست، تضرب عينك على الستيج بتشوف جدارين، لكن هم من كم واحد؟ 3 كيوب. تمسك واحد من الجداد اللي أنت نسخته بتنزله للأسفل. طب ممكن أني أنا أنسخ هون كنترول سي كنترول في، عادي هاي امسك العنصر اللي بدك اياه كنترول سي كنترول في، هاي صاروا 4 زي ما بدك. يعني ممكن انك تنسخ من خلال قائمه ايديت، وممكن انك تنسخ مباشره. شوف مش راضي يعطيني سيلكشن عليه، ليش؟ لانه 2 دي، فبدك تعمل كليك على اللاين الحافه تاعته 100%. هذا اللي بالمنتصف انا نسخته من باب التجربه، هاي ديليت هيك نظرة سريعة على اللي أنا عملته. شوف الفتحة اللي هون مبينة معي، أوكي رجعها للخلف شوي، وهي الفتحة اللي هون مبينة معي. الآن راح أروح أرسم إبلان. تتذكر أنت كم كانت الأبعاد؟ شوف بس أطلع على التوب فيو بفهم كل إشي. هذه إحنا عملناها كم سنتي؟ 300 صح؟ هاي كم العرض الجدار هذا اللي هون؟ 500. فالأرضية كم لازم تكون؟ 500. 300 ب500. طب تعال نركبها مكانها هون، بتشوف إنه الزد أكس الصح بس الواي غلط. ليش الواي غلط؟ هاي مش 300، هاي كم؟ 400 سنتي. 400 صح؟ أنا هون كم حطيتها؟ 300، فهي 400. بس ركز معي، ال 400 سنتي راح تركب على الحافة هون، وفي عندي كمان 20 سنتي للجدار، فهي كم لازم تكون؟ 420. انتر. هيك أنا شباب بكون بهتم في القيم،
بهتم في القيم فبطلع معي الشكل صحيح 100%. طيب نشوف المنظور كيف طلع. ليش؟ لأنه البلان رسموا على نقطة الزيرو، بينما المكعب نقطة الزيرو تعطوا في نصه. فأنا في عندي خيارين، يا إما بنزل الصفيحة هاي للأسفل هاي كنترول زد، أو إني بضلل الثلاث مكعبات هاي وهو هذا الأفضل وترفعهم للأعلى عشان ترسم هذا الشكل، بدي أضلله عشان أنت تشوفه منيح. هذا الموضوع شباب جدا مهم، اللي هو الكوبي بيست وطريقة تحريكك لهاي العناصر على شاشة أو على شاشات التو دي. لازم إنك تفوت زوم إن وتحرك، أو تحرك وتفوت زوم إن. المهم إنك تكون تتطلع على العنصر من المكان الصحيح. الشغل اللي أنا اشتغلت هون بصراحة ما كنت بحاجة لفرونت فيو ولا الرايت فيو، كان شغلي كله من الأعلى عشان ألاحظ ترتيبي للعناصر اللي موجودة بشكل صحيح وشكل، ويكون طريقة الشغل مرنة. الآن في مثال بعد المحاضرة إن شاء الله حنزل لك إياه، بعمل طاولة كمبيوتر. طاولة كمبيوتر أنا ممكن إني أصنع لك إياها الآن خلال دقيقتين، بس هو يمكن فيديو شوي، يمكن ربع ساعة نص ساعة مش متذكر حجمه. بصنع طاولة كمبيوتر جدا بسيطة وبستخدم بعض المهارات الإضافية اللي أنت ممكن تشتغل عليها. أنا ما جهزت الفيديو لسه، فبعد المحاضرة برفع لكم إياه، لكن هو يتحدث أو الهدف من هذا الفيديو إنك كيف تستفيد من خصائص الرسم وخصائص الكوبي بيست للعناصر الموجودة عندنا. يعني اللي هو رح يعمله هيو بشكل سريع، ما رح أهتم الآن بالقيم شباب. في عندي مكعب بهاي الطريقة، حكيت لك ما رح أهتم بالقيم. هذا المكعب رح أنعم حوافه، حكينا من خلال أوبجكت فيلت، بس مش 45، 15 مثلا. قيمة الفيلت تعتمد على حجم الأوبجكت، إذا حجم الأوبجكت كبير قيمة الفيلت لازم تكون كبيرة، إذا حجم الأوبجكت صغير قيمة الفيلت صغيرة. هيني جهزت القطعة الأولى اللي أنا بدي أشتغل فيها. هاي القطعة كنترول سي كنترول في، هاي واحدة لفوق، كنترول سي كنترول في لهاي القطعة للأسفل. هاي القطعة رح أخذها روتيشن، هايها أجي على أزيد طولها على سبيل المثال، هايهم ثلاث قطع زي حرف الزد صاروا. هذول الثلاث اللي أنا رسمتهم كلهم كنترول سي كنترول في، شوف كلهم كنترول سي كنترول في، وهي موف، وبستفيد من إنه البرنامج لساته مضلل لي إياهم الجداد، وبزيحهم على اليسار. برسم مكعب بنزيحه في المنتصف. حكيت لك أنا ما راح أهتم بالقيم، راح أجي على التوب فيو أكبر المكعب بمقدار حجم هذول نسميهم الشيلات أو الحملات أو القواعد. هاي التوب فيو، تعال نيجي نطلع طلع كيف هون شكله. نيجي نطلع هون من المسقط الجانبي، هاي المكعب الجديد نرفعه للأعلى، ننزل سماكته شوي، نضيفه هون، نكبره أكبر من المطلوب. تعال نيجي نطلع هون كيف صار الشكل. البعض بيحكي لي في فراغ بينهم، ممكن أرسم له إشي جديد حلو، ممكن أرسم له سلندر. تعال نطلع from top view، بسنتر السلندر مكانه. يكفيني إني أضبط أول شكل من هاي الأشكال، ومن ثم إيش يا شباب، بعد ما أضبطه أنهي ببلش أشتغل في الكوبي بيست. صار في عندي هون تداخل، مش كثير بهمني التداخل لأنه أصلاً ما رح يبين معي. هيني سنترته من المنظور الأعلى والجانبي واليسار واليمين،
الآن برجع للتوب فيو كنترول سي كنترول في لهذا السلندر، هيهم سلندر ما نسخه كنترول سي كنترول في، كنت كابس ألت أنا، وهذول السلندرين كنترول سي كنترول في وبتسنترهم في المكان الجديد، وبتبلش انك تشتغل وتعمل اوبجكت لطاوله. ممكن انه هاي نعمل منها جرور هون، ممكن انه هذا المربع اللي فوق نرجع ننسخه وننزله تحت، ممكن اني اضيف انا مثلا سلندر زي هاد واجي احكي له اقلب على اليسار وصغر لي حجمه شوي واعمل منه عجل لهاي الطاوله اللي انا بشتغل عليها. هذا هو الفيديو اللي انت راح تشوفه. الهدف من الفيديو مش انك ترسم طاوله كمبيوتر، الهدف من الفيديو انك تتعلم انه اول إشي بعمله، اول قطعه بنجزها وانا عندي نيه انسخها بزبطها وبرتبها، وبعدين بنسخ القطعه الثانيه، وبعدين كل ما يصير في عندي مجموعه بتوفر علي شغل بضللها كاملة. شوف حركتها بالغلط أنا شباب، مباشرة ما فكرت أرجعها أندو. أول ما تشكلت معي مجموعة من العناصر ممكن أستفيد منها في النسخ، ضللتها ونسختها حتى أوفر وقت وجهد. ليش أنا أرجع أرسم هاي مرة تانية وهي مرسومة عندي؟ ليش أرجع أرسم القطعة هاي اللي موجودة عندي هون وهي موجودة عندي هون؟ وهكذا الأمر. رح أنزل لك الفيديو إن شاء الله بعد المحاضرة هاي، بصير في عندك درس اللي هو المحاضرة، ويصير عندك فيديو. بتمنى وبنصحك لوجه الله تعالى إنك تحضر الفيديو وتنزل البرنامج وتحاول تشتغل على البرمجية. تمام يا شباب؟ تمام دكتور. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك أحمد. دكتور شو صار نتائج الامتحان والأسايمنت؟ إن شاء الله إن شاء الله يومين وبرفع لكم إياهم بإذن الله تعالى. إن شاء الله.